مازال الله باقي تي واحد مفتح الباب باقي افتح لي الباب افتح لي الباب يدرب علي ولا مليح كانت بطله لا تبعوا يضرب هي امالي في التليفون تبارك الله لا مليح 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 فين المدينه دابا هو في هذا بالقصيري بالقصيري تبارك الله لا داك العاود مليح داز عندك ديال الرمود كما عاود اصنع الحليب باقي ما هرس ياك باقي ما هرس باقي عامل مرمو باقي راس ابراهيم زين يلا يلا سنا الحليب باقي بخير عائله قناه الفلاح كما عودتكم دائما خوتي اليوم كنت واجد في الرحبه ديال السوق الخميس متواجد السول ان شاء الله غادي نبارطاجي معكم الاجواء اللي كاينه في الرحبه ديال الخير غادي نبارطاجي معكم الخيول اللي غادي تدخل الاثمنه اللي كاينه نتمنى من الله الفيديو ينال الاعجاب ديالكم الناس جداد غادي يدخلوا القناه اول مره نتمنى من تشتركوا القناه وتفعلوا الجرس باش دائما يوصلكم جديد ونخليكم ان شاء الله باش تدخل الرحبه حاليا ونصور لكم الفيديو ديال اليوم تحياتي لكم جميعا كما كنشوفوا حاليا اخوتي الخير هذا تبارك الله يلا دخل رحبة سوق الخميس متواجد بسوق قرب مدينة سنق ان شاء الله غادي نبارطاجي معكم المعلومات ديالو السن ديالو الثمن اللي سمع ونحاول انني كذلك نبارطاجي معكم ان شاء الله عملية البيع ديالو الى تمت كتشوفوا تبارك الله عاود مليح شنو ندير السن ديالهم يلا جمع جمع جديد كما كتسمعوا معايا اخوت ان شاء الله غادي نبارطاجي معكم الثمن اللي غيعطي لان مازال لحد الان ما سمع والو غادي كذلك نحاول انني نبارطاجي معكم ان شاء الله يا جميع اللي كاين هنا في الرحباق باش ما نركزش على فيديو واحد الفيديو كامل يكون متنوع نخليكم مع هذا كما سمعتوا من عند السيد صاحب العود انه السن ديالو يلا جمع جديد الله يسخر له وكنشوفوا كذلك الخوت حاليا الخير هذا تبارك الله اللي يلا دخل تعطات فيه 2200 درهم نحاول ان نشد لكم العود كامل تبارك الله حتى الآن سامع 2200 درهم الله يسخر المولية 44 اللي معطيه فيه لحد الآن بالنسبة للسن ديالو شنو دايرها؟ السلام عليكم كيداير بخير هاني الله يحفظك الله يحفظك خويا دردو بخير انت صحة مزيان الله يبارك فيك الله يحفظك خويا العود كبير في السن كما كنسمع 15 سنة كما سمعتم انا الخوت السن ديالو ما بين 15 سنة جموع الله يسخر المولى كما كنشوفوا حاليا الناس كيسولوا على الثمن قول 44 وخيط على الراجل ب 50 وما قبلش شي كي كما سمعت الخوت 44 تعطات تخيطوا لي ب 50 2500 درهم ولكن مازال ما وصلش الثمن اللي باغي الله يسخر المولى كما كنشوفوا هاد الخير تبارك الله باقا فريخ هذا شنو الحليب هكا اثنين كما سمعتوا الخوت السن ديالو اثنين سمع شي حاجه ولا مازال الله 44 البيع ديالو ان شاء الله 60 الف 3000 درهم عجيب الله ان شاء الله الله يسخر لك كما سمعتوا الخوت السن ديالو يلا بدا في الثنايا الثمن ديال البيع ديالو 3000 درهم الله يسخر المولى مليح كاين تبارك الله كنحاول انني نشد لكم جدع كامل الله الله تقطع ب 3000 درهم الله يسخر لك اخي الله يسخر لك بارك الله فيك الله يعطيك امين يا ربي امين كما كتشوفوا اخوتي هذه الاجواء ديال رحبات سوق الخميس كنحاول نبارطاجي معكم كاع داكشي اللي دخل الله يسخر المولى كما كنشوف هاد الخوت طعنا مليون ضربوا في الشويطه
السلام عليكم يا خويا بخير واش مبروك انا سامعين كلشي بخير الله يحفظك اخبارك هذا اخي اخويا مع الخدمه كي دايروا ديما كنتلاقى الاخ ديالك كيسول تيقول لي راه خدام اخي واش مركش لي الله الحمد لله كي نتوما واش راكم مباركه الله ما كنتش داير السنه اخويا اسنان الحليب اسنان الحليب تبارك الله كما سمعتم انا اخويا اسنان الحليب السلام عليكم كي داير اخويا بخير واش مبروك هاني سامعين كلشي بخير الله يحفظك الله ينورك بارك الله فيك الله يحفظك الله ينورك اسنان الحليب اسنان الحليب تبارك الله تبارك الله كما سمعت الخوت اسنان الحليب لا كاين الزين تبارك الله كاين الزين فين نجيب سامعين الله يحفظك شكال الزيتي كما سمعتوا معنا الخوت السن ديالو اسنان الحليب حاول انني بارطاجي معكم ان شاء الله الثمن ديالو كما سمعت الخوت السن ديالو سن الحليب اش بدي له نهار نبال نبيل هي راه قطع ليه راه هي هي كما كتشوف الخير تبارك الله ان شاء الله غادي نبارطاجي معكم الثمن اللي غيتطاق الله يسخر بالنسبه للسن ديالو سن الحليب السلام عليكم اكيد بخير واش مبروك هاني سامسين كلشي بخير الله ماك حمد وكاين زين اليوم اخي كاين مليح تبارك الله سامع شي حاجه خير ولا 46 اخويا عطاونا 46 البيع ديالها ان شاء الله نقولوا 60000 بلا جبر الله 3000 درهم كما كتشوف الخوت صاربين اللي تطات لا مليح كاين تبارك الله جار تبارك الله السن ديالها شنو دايره عنده يلا جمو يلا جمو جديد يلا جمو جديد كما سمعت الخوت السن ديالو جمو جديد يكون 5 سنين 6 سنين هذا هو العمر ديالو 6 سنين هذا هو العمر ديالو لحد الان البيع ديالها 3000 درهم والصفه كاين باقي تنفكرك بالعود ديال الرموده العود ديال الرموده ديال الخميسات باقي دابا داك مره مره كنت قلت تفرش والله لا زين بالله باقي متبع شويه ولا والو متبع كيضرب هي مالي في تيليفون تبارك الله لا مليح فين المدينه دابا هو في هذا بالقصيري تبارك الله لا داك العود مليح داز عندك ديال الرمود كما كتشوف الكمون هذا خداو حتى الكمون يا راه شوف هذيك النهار كانوا هما اللي كانوا واقفين عليه في الاول في الصوب عليه وبكى عليه حتى البكا كاع داك العود بكى عليه تبارك الله ومكتب مكتب لهم فرزق مكتب لهم فرزق حتى الكمون مكتب لهم فرزق كنا عرفتيش هكا الطوموبيل 15 تبارك الله والله الا 15 باش داوك العود عامركم يا راه غصاير عليه صاير دابا راه كاين الناس اللي ما عرفاش بلي راه المليح كاين المليح كاين هو غير الوقفه ديالو في السوق المقدم قال لي ونريد هو غير الوقفه في السوق ديالو تبارك الله كي دايره تمام واش تنعاود العود عينا مندعوا لي من موكل راه قلت لي ديال عمي قلت لي ديال المحل ديال المحل عاود راه اش نقول كونسيدير ربي تبارك الله والله يسخر لك في هذا الخير هذا هو الله يسخر لك تبارك الله لك واش كبروك الله يبارك فيك كما كتشوف اخوتي اوكي دير ابو ابراهيم مرحبا قري جدع هنايا وحيد خرج عليا من هنا السلام عليكم ابو ابراهيم على الجديده مول دير بخير واش مبروك كلشي مزيان سام مزيان سنان الحليب تبارك الله كاين الحليب كاين الزين كاين الزين تبارك الله كاين الزين وكاين التيتر بار بار داز 12 كما قلت ياك ولا 12 مليون كما سمعت الخوت 12 اللي معطيه في البو ديالو سنان الحليب باقي ما هرس ياك باقي ما هرس باقي من مرمو باقي راه سيدي ابراهيم الزين يلا سنان الحليب باقي كما كتسمع الخوت الله خويا باقي الله يلا دخل الرحبه جاب الله كما كتشوفوا المليح كاين تبارك الله بالنسبه للسن سن الحليب
اما انا ما كنبو مصطفر الله يبارك فيك. وسيدنا رمضان هو غادي الله العظيم الله يفعلنا باركته وبقات هاد اليومين اللي بقاتها نطلبوا الله يرزقنا به الاخلاص امين الله يتقبل الاعمال ديالنا في هذا الشهر يا رب الحمد لله شهر مبارك سعيد امين يا رب والغايه على الطاق واش باقي لنا ميش ماش باقي لنا غايكون ان شاء الله هادشي اللي تيقولوها ورا رمضان ان شاء الله غتكون الخيره امين الله بهذه النعمه ديال الخير ديال المطار الحمد لله واش الفلاحه راه تعتقات شويه تعتقات شويه بامصطفى الله يرزق الخير وكثير مازال فين يجرب طاق يجبد صح يلا بدا البدايه يلا هذا شويه ديال التهلو تبارك الله ما يبقاش يتعرف كاع كما كتسمع الخوت باللي الاب ديالهم اصل وبا تعطات فيه 12 امين يا ربي امين اسي مصطفى ما عندناش حاجه روضه عندنا المليح صحاب البارود عندنا المحرك جاي وقت المحرك دابا مرحبا مرحبا وتحياتي للمقدمين الصباره اللي صبروا على هذا الوقت ولكاع الفلاحه اللي عانوهم ساكن تاهم كاع الناس الفلاحه حبوب غالي وشراو العاد غالي وصبروا الحمد لله وكيما عز وجل غادي يعوض لهم اكثر امين يا رب امين الله يسخر لهم عليكم اسمعوا شو الخوت كانت هذه شهاده مع سي مصطفى واش مصطفى كيكمل هذا الله يجعل البركه جوج دقائق على الفوق على الفوق واش عطينا الله خويا الله زرع الله باقي على الله والشروط كما سمعتوا مازال الله الله يسلمك السلعه ديال الخريمه هادي مول مليح دائما كيجيب دائما يدخل بالجادي تبارك الله في المجادي والله يجيب العشاقه في قدر احمد تحياتي للمقدمين ديال السهول الناس ديال البارود الناس الفطاحينه ديال البارود بالنسبه للسن ديالو ابو مصطفى يلا جمعوا ست سنين يعني ما بين 6 و7 سنين هادشي باش كيلعب ياك 6 سنين 7 سنين هذا هو العمر ديالو جمعه جديده باقي مرتاح دابا كاين اللي ما يعرفوش حتى بلا ما يقلب الفم بمصطفى غير باللون ديالو خير باينه خير باينه من فمه حتى باللون يقدر يعطيك الملامح ديال وجهو يبان لك يبان لك السن ديالو يبان لك راه العود باقي كما سمعتوا الخوت الناس اللي حرايف فيها تيكونوا عارفين ما كيحتاجش انه تيقلب السن يعني من الوجه ديال يقدر يكون عارف العمر ديالو والسن ديالو الناس اللي باغيين يدخلوا البطاج هو الاول كاين المليح تبارك الله كاين المليح تبارك الله بارك وزيد عليك امين يا رب شحال تيقول الله ابو الحاج باقي ما عطاش افتح لي من الباب افتح لي من الباب وانا جبت طويبه وانا جبت طويبه ما كنشوفو خوتنا حاليا الزرق مازال لحد الان ما سمع حتى شي حاجه كما كتشوفو اخوتي هادي حاول نصور لكم من الفوق الاجواء اللي كاينه في الرحبه ديال سوق خميس متواجد في سوق مدينه سهله هنا رحبه قليل فيك تدخل لها شي حاجه مليحه حاولت انني بارطاجي معكم كاع داكشي اللي كاين كما كنشوفوا خوتي حاليا العود خرج تبارك الله ما طولش مرحبا الله يحفظك ابو مصطفى المليح سليماني ياك برقي محروق الله يسخر لك اسي نجيب الله يسخر لك اخويا المليح تبارك الله عند خونا نجيب اليوم والله اليوم كاين المليح تبارك الله كاين المليح تبارك الله امين يا ربي كما كتشوف اخوتي الناس اللي خرجوا تبارك الله كيشوفوا هذا الخير هذا
يلا جمعوا جديد ابو صافي. يلا جمعوا جديد. تسنى السيرة ديالو الله يوفقه. امين يا رب امين. بلادي نشوفوك راه كنسول عليك. النشاط النشاط. لا المليح هذا الناس اللي باغا تبوردا. الله يسخر. والله يجيب له شي خيمة كبيرة امين. الله يجيب له شي خيمة كبيرة امين يا رب امين. الله يجيب العشاقة ويتشرب الغلاقة. امين يا رب. تحياتي المقدمين ديال بن سليمان مقدم مرفوق. كما كنسمعوا هذه تحية للمقدمين. مقدم الريزو. امين. مقدمين ديال البارود. الناس اللي كيهزوا بن سليمان. امين يا رب. كما كنشوف اخوتي تبارك الله. البرقي محروق. واش شحال كيضرب مولاه؟ لا مولاه مهلي في هذا، مولاه مهلي في هذا. مولاه ما كياكلش الميناص النخالة. لا مولاه مهلي في هذا. بارين من النخالة والميناص. تالو كاين با مصطفى، كاين تالو كاين مليح تبارك الله. ديال شي فيديو انا با محمد. ناس يا صاحبي السول. تحية للناس ديال السول كامل يا امين. الله يحفظك، والله إلا سولت على الأول على نهار الخميس. ديال كل خميس لا. ولا ما تنعمش. شوية وكنشوفوا الحبار. لا عمري عيني جات فيه. وسي مصطفى رواه بلاي الصورة ديما كتلقى ليه حدا الطوموبيل. لا موش سناحاش ولكن نبغوا نشوفوا الجو ديال الجوال. ياك بخير. والله إلا كبر بك. الله يطول لهم عمرك. خير ديالك. لا خير ديالك. والله إلا خير ديال الشوف. كما كتشوف اخوتي هذا هو. لا وجهي تبارك الله. الله يسخر. نجيب دخل تبارك الله هذا الخير. ان شاء الله باش غادي نبارطاجي معكم ان شاء الله البيع ديالو. كما سمعت اخويا يلا كيطلع جمع والشروط والبيع بالشروط. مليا جمع جديد اخويا نجيب. يلا طلع جمع. كما سمعت اخويا جمع جديد يلا كيطلع في جمع. شوف الخيرات تبارك الله. كتشوفو معايا خوتي هادو هما جوج الخيول الحاليا لي دخلو ملاح على سوق خميس المتواجد بسهول عند نجيب طويبة وهاد الزرق. كما كتشوفو أن الناس لي تجمعو تبارك الله على نجيب. Thank you.
شوفوا خوتي كنحاول انا نشد لكم عاود كامل قدامكم عاود نفككم بالسن ديالو سن يلاه جمع جديد يعني غتكون عنده واحد 6 سنين ما بين 6 سنين و 7 سنين لحد الان مازال الله يلاه دخلوا نجيب ما كنشوفها الخوت اليوم في سوق الخميس المتواجد بالسهول يلا تبارك الله جوج الخير غادي يدخل هاد البرقي محروق والزرق اللي واقف ليه كما كتشوفوا اخوتي قدامكم هادو هما الخيرات اللي دخلوا سامع شحال اخويا نجيبو له 300 البيع ديالو ان شاء الله شحال 3 ونص كما سمعتوا الخوت البيع ديالو 3 ملايينات ونص معطيه لحد الان 300 الله يسخر بالنسبة للزرق اللي قدامنا كذلك البيع ديالو تقطع 300 مليون ونص أنا